سيد خميس، وزير الخارجية الأمريكي يقول بشكل واضح بأن محادثات جنيف هي القاعدة الوحيدة للحل السياسي، ومن ضمنها هو رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وكأن وهناك من يقول بأن هذا التصريح فقط جاء للضريبة الكلامية، وبأن الولايات المتحدة بدأت تتماشى مع الموقف الروسي بأن الأسد سيبقى في نهاية المطاف. ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية تتماشى مع الواقع الملموس، إنما أيضا سمعت تصريح لعمر البشير الرئيس السوداني الذي قال في تصريح له بأنه يعني يستشاق من أقواله بأنه ليس بالضروري أن يرحل الرئيس بشار الأسد، وهو بدأ يطلق التصريحات التي تحاول إرضاء كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة وكذلك روسيا الاتحادية. قال نقطة مهمة جدا هو، أنا وافقه الرأي، بأن اليوم لو كانت المعادلة أو الكفة ترجح لصالح المعارضة لقلت لديهم القوة لفرض وإملاء مطلبهم، ولكن اليوم نحن نعرف جيدا بأن القوي في ساحة في ساحة القتال هو الطرف النظام ومؤازري النظام، هم روسيا وإيران وحزب الله. هذه النقطة. النقطة الثانية، يعني نحن نعرف جيدا بأن عندما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع يعني كل قوته في دعم نظام بشار الأسد، هو لم يفعل ذلك حبا في العروبة الصمود وفي سوريا الصمود أو في عيون الرئيس بشار الأسد، إنما حفاظا للمصالح مصالح روسيا في منطقة الشرق الأوسط، في وقت نرى بأن الخليج أصبح يعني ميال بشكل واضح وقوي للولايات المتحدة الأمريكية. روسيا أدركت بأن لا يمكن أن تفقد الورقة المهمة لها في منطقة الشرق الأوسط، ورقة المصالح وهي سوريا. لذلك أنا يعني وضع يعني استثمرت المليارات المالية في دعم الرئيس بشار الأسد، وأرسلت جنود وأرسلت الطيران والمجرة. أنا لا أرى وضع أو سيناريو فيه بأن روسيا بوتين قد يتقبل بتنحي الرئيس بشار الأسد دون ضمان المصالح الاستراتيجية لروسيا الاتحادية في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط.